كتقول ما يمسكم يمسوني وما يضركم يضروني ما يمسوني 33 سنة من عمري أنا وواحد الشباب ديال اسمي ما كاينش خدمة كيخدموا علينا ما كاين لا نواب لا والو غاتدوخ غاتدوخوا على السكينة غاتدوخوا على الناس غاتدوخوا على الناس غاتزعلوا أمام الله وهم كيكذبوا وما كاين والو كيجي يضحكوا على الناس دايرين تصفيات حسابات بيناتهم صباحنا كتسلط الا بغاو يتقوا الله كاملين سوا نواب سوا مستشار سوا الرئيس تكون عندهم غيره الصح وما يهضروا على المشاريع اشنو جايبين الشباب اشنو جايبين لينا اما باش يجيو تصفيات حسابات بيناتهم كيجيو يضحكوا على الناس كيجيو يمارسوا كيديروا في البهراشه ما كاين والو في المجلس راه كيكذبوا وانا واحد القضيه انا راه كنقولها الرئيس خايب النواب ديالو خايبين غير هو مشكون اغلبيه اليوم اول مره غنشوفها في التاريخ كنشد الرئيس في كانوا سنوات المجالس السابقه كانوا المجالس السابقه ديك الساعه كانوا اليوم يديروا هذا الشيء شنو اللي واقع اليوم بالدوره ديال المجلس؟ النواب راه جايين كيصفوا الحسابات بيناتهم كل واحد تيقول لي انت نتي دافع نتي انت ديتي انت ما ديتيش ما عندنا شكون اللي كيدير وشكون اللي ما كيديرش رغم اننا معروفين معروفين واحد واحد كانوا ما كيكسبوا ما كيعلموا اليوم عندهم عمارات عندهم فيلات عندهم ديور عندهم موطيلات يعني هاد الناس اليوم واش دخلوا باش يحموا الاملاك ديالهم وباش يرخصوا الاملاك ديالهم ما عندهمش علاقه بالسفينه والله ما عندهمش علاقه بالسفينه هنا كيقولوا تسمع دور السينما شنو هي الرساله ديالك؟ الرساله ديالي كل من تبغي توجه الرساله الى جلاله الملك كما قلت ما يمسكم يمسوني وما يضركم يضرني ما يمسوني اليوم ان هذا المجلس لا يشرف بسكينه اسفي وما يضرون اننا كشباب كيوصلوا 30 33 عام 40 عام يا اما كيمشوا للبحر يفتحوا فيه يا اما كتلقاو حقيقه عطا المقتلات يا اما الحريه ممكن تشدها في الكورنيش بينما الناس دايرين استثمارات